يعني اتكلمنا عن ملف التقنين وصل لفين وما تم فيه. يعني زي ما وضحت لحضرتك قبل كده ان صدر قرار السيد الوزير المحافظ بعمل تشكيل 4 لجان لفحص الطلبات والمعاينات والتسعير او التثمين، وعمل الاقرار الاخير للتثمين ده وعمل عقود. اللجنه الاخيره تبقى برئاسه السيد الوزير المحافظ اللي هي بتقر التثمين والعقد. اللجنه اللي قبلها اللي هي بتاعت التثمين دي برئاسه انا شخصيا، واجمالي الجهود اللي تمت في هذا المجال تم تقدم للمنظومه 1719 طلب. 1719 طلب بتقنين اوضح بالظبط كده. تمام. ال 1719 دول لم يتم سداد رسم الفحص سوى العدد 726، يعني اللي دفع رسوم الفحص منهم 726 والباقي تعتبر حتى هذه اللحظه طلبات غير جديه، ودي اللي مدينا لهم المهله مره ثانيه حتى 25 لحد 25/7. نعم. بعد كده اللي هيتقدم خلال هذه الفتره خلاص بيخش المنظومه في الفحص والمعاينه والتثمين والبعد بالظبط كده، والبعد النهائي. اللي غير كده هيبقى بالنسبه لنا غير جدي وهيخش في حمله الازالات. عندنا 602 طلب من اجمالي الطلبات المسدد عنها رسم الفحص. يعني في عندنا فحص ومعين، نقول تاني 993 حالة طلب من ضمن إجمالي الطلبات المسدد. نعم. المفروض يسدد عنها رسم الفحص. نعم. سدد فعلا 602. نعم. سدد بالفعل 602 حالة. نعم. جاري استيفاء مستندات لعدد 391 طلب بمعرفة المواطن. نعم. وبعد طبعا ما مديريه المساحه تشوف شغلها. المعينات اللي تمت عندنا 200 طلب من اجمالي عدد 314 طلب اتسدد له رسوم. نعم. يعني 314 بالظبط. نعم. ال 314 دول سددوا رسوم. اتعمل منهم معينه فعليه ل 200 حاله. ال 200 حاله دول بعد المعينات اللي طلع سليم منهم وجاهز يخش المرحله اللي بعديه 134 حاله. نعم. عشان نخش الطلب التسعير او التثمين. نعم. حلو الكلام. لم يتم استكمال باقي المعينات لحين احضار الخرائط المساحيه اللي قلنا عليها حسب النظام العالمي، مجرد ما بيجيبوها بنكمل اجراءات المعاينه. نعم. عدد الطلبات اللي تم تسعيرها بالفعل اللجنه الثالثه 134 حاله، اللي هم اللي تقدموا كلهم تم تسعيرهم بالفعل. نعم. باقي على تحديد مقابل حق الانتفاع. مجرد ما ده يتم زي ما وضحت لحضرتك قبل كده بنخش على المرحله الرابعه لجنه البت وعمل العقود. لكن حتى الان لم يتم تحرير اي عقد، واحنا مدين مهله حسب توجيهات السيد الوزير لمده 6 شهور نكون خلصنا فيها كل الاجراءات دي لجميع الحالات الجاده التي تقدمت فعلا وقدمت ودفعت الرسوم وكانت اوراقها سليمه ومعايناتها مظبوطه ومطابقه وتم تسعيرها. هيكون ان شاء الله انتهينا من جميع العقود خلال ال6 شهور اللي جايين ان شاء الله، ويبقى قدام منه فرصه انه يجهز نفسه ويجهز اوراقه ويجهز فلوسه انه هيقدر يسدد بيها. اكيد اكيد. وتاثيرا برضه في السداد، احنا القانون بيدي 25% دفعه مقدمه ودفعه اولى يعني بالظبط، والباقي على 3 اقساط سنويه كل سنه، يعني 25% كل سنه تقريبا. نعم. فبالاطار ده يعني طبعا بنبقى مراعيين زي ما قلت لحضرتك القانون راعى الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، الاستقرار اللي موجود بالفعل، علشان احنا في النهايه كلنا بنشتغل عشان المواطن في النهايه. بغرض تحقيق الرفاهيه والخدمات الكامله ليه، بس لازم يكون في اطار من القانون. نعم. يعني غير مقبول الخروج عن القانون، وزي ما قلت هي رساله وجهناها بحسم للجميع ان مفيش حد فوق القانون، والدوله عازمه باصرار على استرداد الاراضي المتعدى عليها والاموال المسترده لدى الغير المفروض يدفعها علشان نكمل مشاريعنا التنمويه زي ما وضحت. نعم. طب بالنسبه يا فندم للحالات يعني في على مستوى المحافظه، يعني مركز المحله في كذا، طنطا فيها كذا،
لو التفصيل ده يعني كتير هو موجود هبقى اسيبه لحضرتك، بس هو يعني الجداول كتيرة، وعايزين نقول انه حتى 31/5 البيان اللي قدامي